الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. ذات مرة وجد أحدهم زمردة نفيسة قيمتها الملايين ولا تقدر بثمن، فأخذها إلى البائع المتجول الذي يبيع الحاجات المستعملة ويشتريها، يشتريها من الناس بثمن بخس، ثم يبيعها بعد ذلك بشيء من التعديل أو للجملة أو يعاد تصنيعها أو شيء من هذا القبيل. أخذ هذه الزمردة إلى ذلك البائع الذي يسميه المصريون روبابيكيا، لا أدري من أين جاءت كلمة روبابيكيا، لكن هذا هكذا يستخدمها المصريون. نظر إلى الزمردة فقال: ما هذه الخرزة التافهة؟ لن أعطيك فيها أكثر من 5 قروش. هذه قصة تمثل حالة حجازي محمد يوسف شريف الذي يلقب نفسه بأبي إسحاق الحويني في كلامه عن الإمام الشعراني رضي الله عنه. أول مرة يطرق سمعي اسم هذا الرجل، كنا في جلسة علم في الجامع الأزهر، فسأل أحد الناس واحدا من كبار علماء الأزهر الشريف، فقال له: ما رأيك بأبي إسحاق الحويني؟ فقال: هو بائع فاصوليا. في إسطنبول في منطقة الفاتح خلف السور الروماني هذا الذي هو خزان، يوجد عدد كبير من بائعي الفاصوليا، سمى في التركي فاصوليا جي. ننصح هذا الرجل أن يفتح دكانا في هذه المنطقة، فلعل بضاعته تروج، وإن كانت بضاعته من غير دهن حيواني. يقول هذا المسكين ساخرا مستهزئا وقومه يضحكون، يقول: كل مخ وكبدة ضاني وقرأ الفاتحة على الشعراني سخرية واستهزاء. ما الذي استوجب هذه السخرية بهذا الإمام العظيم الولي الصالح الجامع للعلوم؟ الإمام الشعراني ممن أتقن المذاهب الأربعة وشارك في جميع العلوم، فهو متكلم، محدث، فقيه، لغوي، إضافة إلى أنه من كبار الصوفية الصالحين، كتب كتبه في زمن الطباعة، لم يكن هناك طباعة، كان هناك نسخ تكتب باليد، والرجل إمام عظيم وله أعداء تحدث عن هذا. والصوفية بالذات ومن شاع عنهم الصلاح والتقوى، الزنادقة في كل زمن يضيفون إلى كلامهم أشياء حتى تروج، خاصة أن الزنادقة ولا سيما الفرقة الإسماعيلية الباطنية كانت في أول أمرها تلبس مسوح الزهد والتقشف، ثم بعد ذلك تحررت من الشرائع. والإمام الشعراني في عصره دس عليه، وقد نبه على هذا في أكثر من كتاب من كتبه، وقال: قد دس علي في حياتي، فانتبهوا، أي شيء يخالف الشريعة يخالف الدين فأنا منه بريء.
جاء هذا المسكين بائع الفاصوليا بلا دهن يهزأ بالشعراني، ما حجته للهزء بالشعراني وهذا الذي يقدم نفسه ويقدمه قومه على أنه محدث أشياء نسبت إلى بعض الصالحين موجودة في كتاب طبقات الصوفية للشعراني؟ وعادة الوهابية أولاً الاعتراض قبل الفهم، هذه منهجهم في العمل هو الاعتراض قبل الفهم، يعترض أولاً ثم يفهم أو لا يفهم لا يعنيه الأمر. ثانياً تحقيق لا يوجد، خاصة من أمثال هذا الرجل الذي يسميه قومه محدثا. هذا صاحب القصة الشهيرة التي تحدثنا عنها سابقا، قصة الرجل الذي جاء للعلاج في تركيا فسمع في المسجد التركي الواعظ التركي يتكلم باللغة العربية في الدرس ويذم محمد بن عبد الوهاب، وكلكم يعلم خاصة من ذهب إلى تركيا أنه لا يوجد مسجد واحد في تركيا الموعظة تلقى باللغة العربية، ثم إن هذه الموعظة مسجلة ومكتوبة، وهي مهنة يقوم بها ذلك الخطيب بأمر من الديانة على حسب ترتيب معين، له حرية في التصرف لكنها حرية محدودة، والخطب كلها مطبوعة وموزعة. فسمع أخونا هذه القصة وأن ذلك الشيخ التركي يشتم ابن عبد الوهاب، فأتى له بواحد من كتبه وجعل له غلافا آخر، ثم قال اقرأ لي هذا الكتاب وبين لي رأيك فيه. طبعا الوهابي السعودي فهم اللغة التركية أو الواعظ التركي تكلم بالعربية، وكلاهما يعني شبه مستحيل. ثم بعد حين صار يمدح هذا الكتاب، قال هذا هو ابن عبد الوهاب الذي تذمه. هذه القصة الخرافية التي تحدثنا عنها سابقا، ثم بحثنا في مواقع الوهابية فمرة يروونها في الهند وأخرى في الباكستان وأخرى في غيرها. إذن هي قصة عبارة عن ثوب مطاط يصلح أن يلبسه كل واعظ من أهل السنة في أي بلد غير بلاد الوهابية. صاحب هذه القصة هو الذي يتكلم عن الشعراني، وبدأ كلامه بالحديث عن سيدي الشيخ فلان العريان، قال وسمي بالعريان لأنه لا يخطب الجمعة إلا وهو عريان. يا سلام، يعني القصة بلا سند، متنها مكذوب ظاهر الكذب، هب أن مجذوبا من المجاذيب أو مجنونا من المجانين أو وليا من الأولياء إذا أحببنا يعني أن نحسن الظن. المجاذيب لا يحق لهم أن يخطبوا الجمعة لأنه ليس لديهم الأهلية لهذا الأمر. الأولياء لا يفعلون هذا التعري. ثم باقي المسلمين في الأزهر الشريف وفي مصر، باقي العلماء والسلاطين كلهم ساكت عن رجل يخطب الجمعة وهو عار، حتى اكتشف من بائع الدهنة أو عفوا بائع الفاصوليا هذا الأمر، وصار يسخر من إمام الشعراني. دار السلام حينما طبعت كتاب طبقات الصوفية أثبت المحقق افتراء النسخ على الإمام، وبل الافتراء جاء في عصر الطباعة، وهذا أمر غريب جدا جدا، خاصة إذا علمت أن كبير الوهابية وصاحب المطبعة السلفية هو محب الدين الخطيب، وهو رجل عميل بريطاني كما بينا ذلك بشكل مفصل، وغير هذا يعني يوجد أعداء للرجل حتى من المتأخرين. جاء المحقق في نسخة دار السلام وصور الصفحات التي فيها تلك الشناعات المنسوبة إلى الإمام الشعراني على أنه قالها في تراجم الصالحين، وليس فيها ذلك الكلام. صور ما قبلها وما بعدها وصور ذات الموضع، فلم يجد فيه تلك الشناعات والقبائح. فهل يحل لإنسان مثل بائع الفاصوليا هذا أن يتكلم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أأتمنه على حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟
هذا لا يؤتمن. والغريب ماشي الضحك عند الوهابي دائما يعني التسلية بالعلماء والصالحين والأولياء، هذا الشعراني هذا من كبار علماء الدنيا، هذا من تلاميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، هذا الرجل من تلاميذ الشيخ نور الدين الشوني، من أبرز علماء الأزهر الشريف في ذلك الزمان. هذا الرجل كان يحسب حسابه السلطان سليم الأول، سليم الأول الذي علق المملوك الحاكم لمصر السلطان علقه عند باب زويلة، شنقه في باب زويلة، ثم دعا المشايخ جميعا وقال كل العلماء قاموا لي ماذا بح فيها الخراف وكذا، قال كل علماء مصر مدعوون إلى وليمة السلطان سليم الذي اسمه كان يخيف الناس، اسم السلطان سليم يا أبو سليم اسمه كان يخيف العالم، الذي كسر الفرس في تشالديران، الرجل المجاهد شنق ملكهم. فدعا جميع العلماء ذهبوا للشعران، قال مولانا السلطان يدعوك، قال لا أنا لا أذهب إلى السلاطين. قال فذهبوا خافوا سكتوا، قال جميع علماء جاءوا، قال الكل حاضر، قال فقط واحد هكذا يعني متصوف كذا يقول أنا لا آتي. فقال عودوا إليه مرة ثانية، عادوا إليه مرة ثانية، قال له السلطان إذا كان يريدني يأتي إلي، أنا لا أذهب إلى باب أحد. فجاء السلطان سليم الأول وقال نعم نحن نذهب إليه، وجاء السلطان سليم الأول متبركا بالإمام عبد الوهاب الشعراني، هذا عند بائع الفاصولية محل سخرية. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.